كابتن ناصر زهران رئيس جهاز الاسكواش في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن ناصر. مساء الخير يا كابتن عوضي، اخبارك ايه؟ كله كويس؟ والله كل ما اتكلمنا اخبارنا كويسه معاك الحمد لله. حلوه. الحمد لله. طيب الف مبروك والف مليون مبروك كريم عبد الجواد وياسر بعادل والفوز ببطوله باكستان. تقول ايه على الفوز الكبير اللي عملوه الاثنين لعيبه؟ طبعا يعني قبل ما اقول اهني اقول الحمد لله على سلامه الكابتن محمود الفطي اللي هيوصل النهارده ان شاء الله، ونتمنى له يا رب يكون كده راجع. هو وصل الان فعلا، وصل الان في مطار القاهره. تمام. طبعا ربنا يا رب كده يطمنا عليه الصفه دايما. هو طبعا يا رب كابتن ان شاء الله. اتفضل. بنتكلم على بطوله باكستان. الحمد لله يعني احنا عندنا يثرب، كانت يثرب وكانت كريم عبد الجواد وكان احمد حسني وكان كويس. مصطفى عسل كلهم شاركوا في البطوله ديت. يمكن مصطفى كمان عسل عنده 17 سنه وصل دور الثمانيه وطلع المصنف رقم ثلاثه اللي هو اللاعب القطري تميم بالوليلي، وده كان ماتش حلو جدا يعني ما شاء الله، وكسبوا 3-0 يعني دي حاجه تتحسب ليه يعني لمصطفى ان هو ناشئ ويوصل دور الثمانيه برضه ما شاء الله عليه. هنتكلم على الحمد لله. هنتكلم على يثرب عادل. طبعا دي انت عارف هي جت كانت عندها اصابه جامده جدا في ظهرها ورجع من بعيد قوي، كان ترتيبها حاجه و80، النهارده وصلت رقم 22 على العالم ما شاء الله. حاجه تحسب لها طبعا، ويمكن نهت السنه دي الحمد لله بترتيب عالي جدا. ده عايزين نقول لها احنا منتظرين منها الافضل والاحسن ان شاء الله الايام الجايه، وهي لعيبه قويه جدا لكن الاصابه عطلتها شويه، واحنا كنادي الاهلي جهاز فني مع نشاط رياضي مع مجلس اداره بنساندها بصفه مستمره، وان شاء الله هنشوف منها في الافضل السنين الجايه ان شاء الله او البطولات الجايه ان شاء الله. هايل. لو نتكلم على كريم عبد الجواد، طبعا كريم عبد الجواد انت في غنى عن التعريف، بطل عالم وراجل من المصنفين العالميين. كان مر بظروف صعبه جدا المره اللي فاتت برضه، كان عنده اصابه وكان عدم توفيق في بعض البطولات. الحمد لله هو لسه من افضل ثمانيه لحد دلوقتي. طبعا البطوله دي هترفع كمان من تصنيفه. لعب كل ماتشاته، يمكن كسب لاعب بيرو تيجو دوت، لاعب مميز جدا ولاعب عامل نتائج باهره في البطولات اللي فاتت، وكان يمكن اخر بطوله كانت في قطر هو اللي طلع محمد الشرباجي من بطوله قطر الدوليه. يعني لاعب لا يستهان به، النهارده كسبوا 3-0 سكور قوي جدا، ده يقول لنا ان كريم راجع قوه ان شاء الله. تمام. ودي هتكون حافز ليه ان احنا عندنا يمكن من بكره هتبدا بطوله بلاك بول الدوليه ب 180,000 دولار. دي ان شاء الله تكون حافز ليه لكريم ان هو يكسب البطوله ان شاء الله ويعوضنا خير كنادي اهلي. الحمد لله النادي الاهلي واقف وقفه كويسه مع ابطاله كلهم، وعنده مسانده كويسه جدا معنويا وماديا وفنيا. فطبعا انا بشكرك كابتن خالد العوض على تمل متابعتك لينا ديت وقناه الاهلي ديت، حافز لينا دايما ان احنا نحقق الافضل والاحسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنتابع بطوله بلاك بول مع حضرتك، وقول لنا الاستعدادات الاخيره للفرق بتاعتنا في بطوله او اللاعبين بتوعنا في بطوله بلاك بول. طبعا عندنا هيلعب مصطفى عسل، وهيلعب كابتن كريم عبد الجواد، وهيلعب كريم علي فتحي، وان شاء الله طبعا هم مساعدين وفي تمرين يومي عدا كريم. طبعا هو كان مشارك في بطوله خارجيه وراجع النهارده ان شاء الله، على اساس هيلعب بعد بكره ان شاء الله بطوله بلاك بول. كلنا طبعا مساندين ليهم، وكلنا كجهاز فني واداري بنساند الفرقه طبعا معنويا وعطينا بصفه يوميه واقفين معاهم هناك، وان شاء الله نحقق كما حققنا من قبل حاجه تفرح جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكل الناس الاهلاويه ان شاء الله، ومصر كلها تفرح بلعبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي ما بيلعبوش باسم النادي الاهلي، بيلعبوا باسم مصر، ودي حاجه طبعا تحسب لينا كلنا طبعا ان شاء الله. كابتن مستوى كابتن ناصر زهران، بنشكرك شكرا جزيلا، واتمنى في المرحله الجايه حظ كثيرا من الميداليات والمراكز الاولى في البطولات المحليه والبطولات الدوليه. شكرا كابتن ناصر. وزي ما كان معانا كابتن ناصر واتقال لنا على قلنا له او كلمناه على البطولات الموجوده في السكواش، دايما وابدا فعلا برضو ابطال السكواش رافعين دايما ميداليات، دايما حاصدين المراكز الاولى في اكثر